السيدات والسادة المسافرون، معكم كابتن الطائرة، مرحبا بكم على متن رحلتنا الشيقة. نرجو من حضرتكم ربط الأحزمة بشكل جيد، لأننا على موعد مع رحلة تستغرق 35 عاما. أتمنى لكم رحلة سعيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحلة الطيران 513 سانتياغو من أبرز القصص الغامضة التي لم تجد تحليلا منطقيا حتى الآن. اختفاء الطائرة في يوم خريفي هادئ وتحديدا بتاريخ عام 1954 أقلعت الرحلة 513 سانتياغو من مطار مدينة أخون الألمانية، وعلى متنها 88 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم في رحلة روتينية بين مدينتين، لكن في مكان ما فوق المحيط الأطلسي. وبعد ساعات قليلة من إقلاعها حدث شيء ما، حيث انقطعت جميع الاتصالات مع الطائرة التي اختفت دون أي أثر أو حطام يدل على ما حصل معها. لا بد من أن حوادث اختفاء الطائرات حصلت مرات عديدة عبر الزمن، لكن المثير للاستغراب في رحلتنا هذه أن الطائرة عادت للظهور بعد مضي 35 عاما من اختفائها. ففي عام 1989 هبطت طائرة تحمل الرقم ذاته في مطار بورت ليدر في البرازيل بكل هدوء، لكن دون أن تعطي أي إشارات لأبراج المراقبة، فسارعت قوات المطار الأمنية لتجد ما لا يصدق. هياكل عظمية. دخلت القوات الأمنية إلى الطائرة لتفتيشها فأصيبوا بالهلع لدى رؤيتهم لام 92 هيكلا عظميا لأشخاص جالسين على مقاعدهم، ومن بينهم كابتن الطائرة ميغيل فيكتور كيري جالسا في كابينة القيادة وممسكا بموقد الطائرة. وما إن تم هذا الاكتشاف حتى بدأت مناقشة النظريات والتحليلات المختلفة. تفسيرات وتحليلات. من الطبيعي أن تغري هذه الحادثة الكثير من الباحثين على اختلاف اختصاصاتهم لتقديم رؤية منطقية لما حدث مع هذه الطائرة، إلا أن ذلك لم يتحقق لهم. ومن بينهم الدكتور سيلسو تيلو، الباحث في علوم ما وراء الطبيعة، والذي صرح أن الطائرة قد اختل توازنها الزمني ودخلت عبر الثقوب السوداء. لكن في ذات الوقت لم يتمكن الدكتور تيلو من تفسير تحول كل من على متن الطائرة إلى هيكل عظمي، كما أنه لم يقدر على الإجابة عن كيفية هبوط القبطان الميت بالطائرة بعد مرور تلك السنوات. كما قامت الحكومة البرازيلية بتعيين لجنة للتحقيق في ملابسات الرحلة، إلا أنها أبقت عملها في نطاق من السرية ورفضوا مناقشة ملابساتها أو حتى التعليق على تفسير الدكتور تيلو، مما أثار الكثير من الجدل حتى طالب أكاديميون وشخصيات بارزة السماح للمدنيين بالوقوف إلى جانب الباحثين لإيجاد التفسير، وأصروا على أن للجمهور الحق في معرفة ما يجري، لأن أي إخفاء للوقائع هو جريمة بحق العلم الذي من الممكن أن يتغير إذا ما تم إثبات دخول الطائرة في حلقة زمنية. بينما كان للحكومة رأي آخر، حيث خاطرت بمصداقيتها كي لا تخرج ما تعرفه إلى الجمهور وتتسبب بفزع شامل كما زعم بعض المبررين لموقفها الصامت. إلا أن كل التفاصيل التي خرجت إلى العلن لم تسلم هذه القصة من الانتقاد، حيث يصر البعض على أن الرحلة 513 ليست أكثر من أسطورة خيالية أنشأتها صحيفة شعبية سيئة السمعة لتزيد المبيعات. السفر عبر الزمن قبل أكثر من 100 عام تنبأ أينشتاين في نظريته النسبية بوجود ثقوب سوداء ذات جاذبية خارقة تبتلع كل شيء أمامها حتى الضوء، والتي يمكن تعريفها بأنها جسور في نسيج الزمكان. لهذه الجسور خاصية طبوغرافية افتراضية تسمح بإمكانية السفر عبر الزمن وإلى كون أو زمن آخر. وربما هذا ما حصل مع الرحلة 513 سانتياغو. لكن ما زال سبب العثور على الطائرة بهياكل عظمية غير منطقيا، وهي نقطة غريبة لا يبدو أن أحدا قادرا على تفسيرها. في النهاية لا بد من التنويه أنه لا
جد هو مجرد قصاصات ورقية من صحف وصور عام 1989 لتصديقها. وأنت ما رأيك؟ شاركنا رأيك في التعليقات. إذا أعجبك الفيديو فضلاً وليس أمراً ادعمنا لنشر محتوانا.